روحوا للتمرين رقم 4 اكزارسيس نيميرو 4. السؤال الاول قال لك لا كونسونطراسيون دو سوليسيون ساتوري اون كلور كلورور دو زانك اي شحال عطاك الكونسونطراسيون تاع كلورور زانك 3950 غرام اللتر. كالي لا ماس وشحال قال لك ما هي الكتله هكذا في 50 مليلتر. 50 مليلتر كون نحولوها الاخرى نقسمو 50 تقسيم 1000 لتر. هذه هي لتر باش نحولو لتر صح. قال لك اعطي لي هنا هذه واش معناتها. هذه هنا الفوق عندنا واش معناتها. كون عاد نديروها كتابيه غرام لتر معناها 3950 غرام في كل واحد لتر. طريقه ثلاثيه اللي كما اللي بينا شعدنا هذا في هذا تقسيم هذا. اذا عندنا 3950 في هذه 50 هذه الالف واش معناها. هي 10 قوى 3 تطلع الفوق واش تولي. تولي في 10 قوى ناقص 3 تقسيم 1 نلقاو الاكس الام تاعنا هذه صح. اذا الام واش تساوي حسابيا راح نتحسبوها نلقاوها 197.5 غرام. هذا واش طلب منا. لا دوزيام كيستيون عطانا العكس سؤال الزوج. قال لك في كل عندنا قال لك في كل 50 او 50 مليلتر 50 مليلتر كي نحولوا احنا للاخرى واش قلنا. قلنا يولي 50 في 10 قوى ناقص 3 لتر. قال لك نحصلوا على 1.5 غرام. 1.5 غرام. السؤال قال لك اعطي لي كالي لا كونسونطراسيون ماسيك كالي لا كونسونطراسيون ماسيك دو سيتو صح. كونسونطراسيون ماسيك التركيز الكتلي معناها نلقاو الكتله هذاك هو التركيز الكتلي. ف التركيز الكتلي ف ها في 1 لتر مادام قال لي عكس لي دوك السؤال عطاه لي. اذا هنا نحسب الكونسونطراسيون هذه باش نعرفوا التركيز صح. النتيجه واش عندنا هذا في هذا تقسيم هذا المفروض. اذا 1 في 1.5 تقسيم 50 في 10 قوى ناقص 3 النتيجه تلقاوها 30 غرام. هذه الان اذا السي واش معناه 30 غرام اللتر. هذا الماسيك هذا اللي قلنا. لا تروازيام كيستيون قالك اون سوليسيون دو كونسونطراسيون ماسيك دو عطالك كونسونطراسيون ماسيك التركيز الكتالي 120 غرام اللتر. هذا سي واحد. اون برولوفي 20 20 مليمتر مليلتر دو سيت سوليسيون اون اجيت دو لو عطالك. قالك هذه رانا حضرناها في في ان في 20 مليلتر صح. وكان التحويل ما نحتاجوش خطاش عليه راه عندنا في الطريقه ما عندنا له نحولو لليتر. قالك لا فوليم فينال الفوليم النهائي معناها 2 هو 100 مليلتر. قالك اعطي لي كالي لا نوفيل كونسونطراسيون هذا تاع الكونسونطراسيون تاعو هو سي دو وشحال. اذا حنا عندنا في البوان تقولو اون بوان ديكيفالون واش عندنا حنا في البوان ديكيفالون. عندنا سي ان في الفي ان يساوي سي دو في الفي دو. حنا نحوسو على هذا. إذا السي دو واش يساوي سي أن في البي أن على البي دو. إذا أنا قبيلاتين قلت لكم ما نحتاجوش التحويل 120 في 20 على 100 على هذا هو مليلتر هذا هو مليلتر هذا هو مليلتر مليلتر راح عليها ما عندنا ما نحتاجو به صح. النتيجة نلقاوها النتيجة نلقاوها 94 سي دو
24 غرام على لتر. هذا وش كاين في التمرين هذا. روحوا ليكزارسيس نيميرو 5. قال لكم ديسير بريباري 1 لتر دو سوليسيو دو نيترات دو فير. عطاك النيترات دو فير الفير هذا عفوا نيترات دو فير. واشنو هما نيترات دو فير؟ هما هاهما اف او ان او 3 مكرات 3 خطرات دو كونسونطراسيون. عطاك سي زيرو 0.1 مول صح. قالك اعطي لي كالي لاماس. اعطي لي لاماس امصير صح. اول حاجه نحسبوا الكتله نتاعو هذا ام كبيره تاعو كيفاه نحسبوها باش ما تغلطوش. الاف او 56 هاكي اللي يغلط في الحساب صح. الان شحال مكرات 3 خطرات شحال عندنا فيها الان 14 فرق معناها 14 في 3 بلس الاو شحال هاي 3 مكرات 3 خطرات معناها 3 في 3 9 معناها 9 في 16. راه كاين اللي يغلط يقول لك 3 و 3 ونقول لك الاو مكرات 6 خطرات هي راهي 9 مرات صح. النتيجه كي تحسبوها المفروض تلقاوها 242 غرام على لتر. هذه الان حنا نحسبنا الكتلة المولية هذه غرام عفوا غرام على المول عفوا صح غرام على المول. اذا عندنا في كل 242 غرام عندنا ام مول صح ولا لا؟ وعندنا في كل 0.1 مول تاع المعطيات هذا عندنا فيه كتلة ام مجهولة. هاي ورا هذه نجبدوها من المول. هاي ورا هذا مول على اللتر نجبدو هذا المول هذا. اذا الام واش يساوي؟ يساوي 0.1 في 242 تقسيم الواحد. نلقاو النتيجة نلقاوها 24.2 غرام. هذه الام اللي طلبها منا. هذا واش كاين في التمرين هذا. روحوا ليكزارسيس نيميرو 6. قالك اون كارت طوبوغرافي عطانا هكذا كتب هاك. واش معناتها هذا الكتاب؟ هذه معناتها انه كل واحد سنتيمتر في الواقع في الخريطة يقابله 25000 سنتيمتر في الواقع. انا كي ندير سنتيم واحد سنتيم في الخريطة راه في الواقع يقابله 25000. دو لوكاليزي بوان دو بوان عندنا عطانا ال A والبي صح. سون ديستونس عطانا فيها 12 سنتيم صح. قالي كالكولي لا ديستونس اون كيلومتر معناه هذا في الخريطة صح. قالي اعطيه لي في الواقع بي الكيلومتر. هذا اللي راح نحوسوا عليه. حنا نكتبوا المعادله تاعنا نقولوا كل واحد يقابله 25000 عندنا 12 سنتيم واش يقابلها؟ مجهول. اذا هذا المجهول هو اكس. نقولوا اكس يساوي 12 في 25000 على 1 نلقاو هكذا المفروض 300000 سنتيمتر صح. هو قال لي بالكيلومتر. انا باش نحول من سنتيم للكيلو اول حاجه تشوفوا باش تعودوا عارفين السنتيم. نرجعوا للطريقه القديمه. عندنا هنا سنتيم هنا ديسيمتر وهنا متر وهنا هكتو ديكامتر وهنا هكتومتر وهنا كيلومتر. اذا شحال انا نحول من سنتيم حتى لهذا وشحال عندي؟ صفر زوج ثلاثه اربعه خمسه واحد. معناها في كل واحد كيلومتر يقابل 100000 سنتيم. اذا احنا عندنا 300000 سنتيم. اذا واش عندي؟ انا عندي 300000 سنتيم.
شحال يقابل لي انا من كيلومتر؟ معنى هذا في هذا تقسيم هذا. اذا عندي 300,000 في 1 تقسيم 100,000 نلقاوه 3 كيلو مفروض. هذا واش كاين في صح؟ معناها دائما ملي نحول انا من السنتيم للكيلومتر نقسم، وكي نعود نحول من الكيلومتر للسنتيم نضرب. صح. السؤال الزوج قال لي عطالي زوج نقطات سي ودي، قال لي بيناتهم في الخريطة 4 سنتيم، قال لي هذا في الخريطة، قال لي في الواقع السي والدي راهي 20 كيلومتر، أي معنى 20 كيلومتر هنا نقولو كيلومتر للسنتيم كيف نديرو 20، هكا قلنا في 100,000 معناها في 10^5 سنتيم. قال لي أعطي لي ليشال، واش معناتها؟ حنا ليشال واش عندنا هنا حالة نتاعنا؟ دايما واحد نديرو دايما منا واحد يقابلو الإكس، ليشال مانيش عارفين شحال. أنا عندي 4 سنتيم تقابل لي 20 × 10^5، هذه اللي أنا حولنا هذا وشحال؟ الإكس وش يساوي؟ 20 × 10^5 على 4 وتساوي النتيجة صح 5 × 10^5 سنتيمتر. إذا اللي شال وشنو هما؟ هو وشنو هما؟ هو 1/500,000. هذا اللي شلته. هذا واش كاين في السيري نيميرو 1 تاع لاغرونومي. نلتقي بكم في لاسيري نيميرو 2. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.